وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في البصائر عن الكشف عن حصيلة ضحايا جرائم اغتيال الناشطين العراقيين. في كتابات نقرأ عن غضب شعبي بعد اغتيال ناشط الناصرية علي الخفاجي. أما في المدى فنقرأ عن الأمريكان وهم يبلغون رئيس الوزراء بقصف مواقع الحشد قبل نصف ساعة من الهجوم. في العرب اللندنية مواجهة أمريكية إيرانية على أراضي العراق. في القدس العربي استنفار أمريكي تحسبا لرد انتقامي بعد استهداف الحشد الشعبي. في العربي الجديد إدلب الطائرات الروسية تستأنف القتل بعد هدنة الأحوال الجوية. في الشرق الأوسط التحالف الدولي ضد داعش 10,000 جندي يواجهون هجمات حلفاء إيران. أهلا بكم. في مقال لحاتم الفلاحي بعنوان عام 2019 أسوأ عام للنفوذ الإيراني في العراق، يقول فيه: يحتل العراق أهمية كبيرة في الاستراتيجية الإيرانية وتمددها بالمنطقة، فطبيعة العلاقات الإيرانية العراقية متأرجحة ولم تستقر منذ زمن بعيد. نتابع المزيد. في بداية شهر تشرين الأول الماضي خرجت تظاهرات حاشدة في بغداد والمحافظات الجنوبية على إثر تظاهرات سبقتها لحملة الشهادات العليا الذين خرجوا للمطالبة بتوظيفهم في مؤسسات ودوائر الدولة التي أصبحت حكرا على الأحزاب السياسية الحاكمة وميليشياتها المسلحة، لكنها قمعت من قبل الأجهزات الأمنية، غير أن تظاهرات تشرين كانت خارج الحسابات الداخلية والخارجية ولا سيما الحسابات الحكومية والإيرانية، لكونها انطلقت انطلاقة قوية وشرسة وثابتة والتي استمرت إلى اليوم السابع لتهدأ قليلا ثم تعود لتستعير مرة أخرى في 25 من الشهر نفسه والتي استمرت إلى يومنا هذا. وقد هزت أركان الحكومة وأحزابها السياسية وميليشياتها الطائفية المسلحة هزة قوية، بحيث قلبت الحسابات الإيرانية رأساً على عقب بعد أن أحرق الصور الخامنئي وأحرق العلم الإيراني وأحرقت القنصلية الإيرانية في كربلاء والنجف، وتعالت الأصوات بنبذ الطائفية وخروج النفوذ الإيراني من العراق الذي طالما قدم نفسه حامياً للشيعة، وهناك رفض شامل للنفوذ والوجود الإيراني في البصرة والناصرية وميسان والسماوة والديوانية وكربلاء والنجف وبابل وبغداد. يضيف الكاتب: لقد أسقط الحراك الشعبي في العراق جميع الشعارات التي تنادي بها إيران لحماية الشيعة وحماية المذهب بعد أن خرج الحراك عن الخطوط الطائفية التي فرضتها على العراق منذ فترة طويلة، فقد تمردت الجماهير المنتفضة ضد النظام السياسي القائم، فهو حراك عابر للطوائف والمناطق والمحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية. عن آخر حروب الفئران والثيران كتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية، يقول: لو كانت الصواريخ العمياء التي أرسلها أبو مهدي المهندس مالك حزب الله العراقي إلى مجمع كركوك العسكري الأمريكي، لو كانت دفاعاً عن العراق وسيادته وكرامته واستقلاله، لزغرد لها كل فتيان وفتيات ساحة التحرير في بغداد والمحافظات المنتفضة الأخرى. مقابل الصواريخ الثلاثين الخائبة التي تورط أبو مهدي المهندس بإطلاقها، أرسل الأمريكان إليه 4 صواريخ فقط لا غير على 3 من مواقعه في العراق و2 في سوريا، فدمرت مستودعات أسلحته وقواعد قيادة وسيطرة، ويقال إنها قتلت 20 شخصا وأصابت العشرات، ولا يعرف حتى الآن عدد القتلى والمصابين النهائي كما تقول الوكالات العالمية، لأن كثيرين ما زالوا تحت الأنقاض،
ولأن كتائب حزب الله العراقي جزء مهم من ميليشيات الحشد الشعبي شبه الرسمية الحكومية، فإن هجومها على القوات الأمريكية الموجودة باتفاق رسمي مع الحكومة العراقية للمساعدة والتدريب في القتال ضد تنظيم داعش يحمل الحكومة العراقية جزءا كبيرا من المسؤولية، ويكشف عن ضعفها وعجزها عن حماية أمن شعبها وسلامة بلادها، ويؤكد أنها حكومة كارتونية لا تحل ولا تربط، وأن الميليشيات التي تعمل بتوجيهات إيرانية مباشرة مستترة أحياناً وعلنية أحياناً أخرى هي التي تملك خيوطها وتغزل لها غزلها، خصوصاً وأن أصغر وأبسط مواطن عراقي يعلم بأن الذي أنعم عليهم وحملهم من مقاهي طهران وعمان وبيروت ولندن ودمشق هم الأمريكان. وخلاصة الخلاصة بحسب الكاتب إبراهيم الزبيدي فإنه من المخجل والمحزن في آن واحد هو هذه المقاتلة بين الفئران الإيرانية المنهكة المتهالكة وبين الثيران الأمريكان الهائجة، وعلى أرض العراقيين الأبرياء وداخل أحيائهم وبين منازلهم ودكاكينهم التي منها يأكلون ويشربون. في مقال له في صحيفة القدس العربي بعنوان العراق إصرار الشرع على إسقاط مرشحي السلطة، كتب مثنى عبد الله: دخلت الأحزاب السياسية العراقية في مرحلة المتاهة بعد الفشل الذريع الذي منيت به في لي ذراع الشارع العراقي. كان الرهان قائما على القتل والاختطاف والترويع لثني المنتفضين السلميين من دس أنوفهم في الخيار السياسي والذهاب بعيدا في التصدي إلى الطغمة الفاسدة. نتابع المزيد. وما بين الترشيح وسقوط المرشحين يجد الجميع أنفسهم أمام مرحلة جديدة يكتبها المهمشون والعاطلون عن العمل، مرحلة استعادة الدولة العراقية ودورها وعصر نهوض وطني غاب عن أفق الكثيرين، في حين يقف اللصوص والطائفيون وعصابات القتل والجريمة فاغري الأفواه غير قادرين على استيعاب مستجدات الوضع، فينتقل هذا الارتباك إلى الأحزاب والكتل والميليشيات ويتراشقون الاتهامات ويخون أحدهم الآخر، وصولاً إلى الدعوة إلى محاكمة الرئاسة التي يتهمونها بأنها انحازت إلى ما يقولون إنه مخطط أمريكي لتغيير الوضع السياسي القائم، فيصبح المشهد كوميدياً بامتياز حين يتهم أحدهم الآخر بأنه ينفذ المخطط الأمريكي، بينما الجميع جاء بهم الأمريكيون والجميع باتوا عملاء مزدوجين للأمريكيين والإيرانيين أيضاً. ولو نظرنا إلى السلطة الموجودة في المشهد السياسي العراقي منذ عام 2003 وحتى اليوم نجدها عبارة عن كتل تدعي تمثيل مذاهب وطوائف وإثنيات ومناطق، هؤلاء جميعهم ينظرون إلى الدولة على أنها ملكهم ويوزعون السلطة بينهم وكأنها غنيمة لهم. يضيف مثنى عبد الله أن نزول الجماهير إلى الشارع ليست نزهة، بل هو إدراك واع وعميق لصعوبة بل واستحالة التغيير عبر القنوات الرسمية. فإذا كانت هذه القنوات كلها أطرا شكلية فاقدة للحياة وغير قادرة على أداء الواجبات المرسومة لها كما هي الحالة في العراق، فإن الشارع يصبح هو المسرح الوحيد الذي تظهر عليه الجماهير بطولتها وقدرتها على إحداث التغيير. الآن نذهب وإياكم إلى مقال منشور في صحيفة العربي الجديد بعنوان حدود الإصلاح في العراق، وكتبه رافد جبوري. يقول فيه رافد: دخل الصراع بين المتظاهرين في العراق والنظام السياسي مرحلة ثانية بعد أن أدت مرحلته الأولى إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإلى ترسيخ الاعتقاد بوجوب حصول تغيير حقيقي في النظام السياسي حول الوضع الحالي في العراق وحدود التغيير. المزيد في سياق المادة الصوتية المكتوبة القادمة.
فشلت كل حملات القمع التي شنتها قوى الأمن العراقية الرسمية والميليشيات المدعومة من إيران في القضاء على الحركة الاحتجاجية ميدانياً أو اغتيالها معنوية، بتشويه سمعتها ووصمها بأنها مؤامرة مدعومة من قوى خارجية تتقدمها إسرائيل والولايات المتحدة. سقط في أعمال القمع المستمرة أكثر من 500 قتيل وعشرين ألف جريح، لكن المتظاهرين ما زالوا يسيطرون على ساحة التحرير وجوارها في وسط بغداد، حيث يبدو إصرارهم راسخاً على أن ثورتهم لن تنتهي إلا بحدوث تغيير مقنع. ليس هناك اتفاق على شكل التغيير المنشود حتى في أوساط المتظاهرين. كان هناك خلاف أيضاً حول حجم التغيير، فقد انطلقت التظاهرات في بداية أكتوبر تشرين الأول مطالبة بالقضاء على الطائفية والفساد طريقاً للوصول إلى توفير الخدمات والوظائف، لكن المتظاهرين وجدوا بسرعة أن ذلك يعني عملياً إسقاط النظام السياسي، فرفعوا شعار إسقاط النظام بالصيغة الصريحة المعروفة، وأيضاً بصيغ ذات خصوصية عراقية مثل شلح قلع. وبحسب رافد جبوري أيضاً، تكمن الإشكالية طبعاً في أن النظام السياسي الذي قامت الاحتجاجات الشعبية ضده برمته هو من يقوم بعملية التغيير المفترض، فالحركة الاحتجاجية تضم عشرات وربما مئات الآلاف وتحظى بتأييد الملايين، إلا أنها لا تمتلك قيادة مفوضة بالتحرك سياسياً لأسباب متعددة، أهمها أنها لم تأتي من الوسط الحزبي السياسي، بل كانت ردة فعل رافضة لفشله وفساده. في مقال بالشرق الأوسط عنوانه كوم إحجار ولهذا الجار، داود الفرحان يكتب: ليس هناك من هو أبرع من النظام الفارسي على مر التاريخ في الانتهازية والأصولية والتآمر والخيانة والغدر والخسة والحقد والحسد والوحشية، ليس هناك من هو أصلف وأجلف وأسخف من النظام الفارسي إلا إسرائيل في قلب الحقائق وتزييف الوقائع وتزوير الأحداث. عن السياسة الإيرانية ضد العراق كتب داود الفرحان في صحيفة الشرق الأوسط، نتابع: سقط نظام صدام فاحتلت إيران العراق بالوكالة عن الولايات المتحدة، وكاد النظام السوري ينهار فاحتلت إيران سوريا، وسقط نظام علي عبد الله صالح فكادت إيران تحتل اليمن كله بميليشيات الحوثي الوكيل المعتمد لفيلق القدس لولا عاصفة الحزم. إنه السرطان الفارسي الخبيث الذي يحتل العراق تحت شعار حماية الطائفة الشيعية، ويحتل لبنان تحت شعار المقاومة والصمود، ويحتل سوريا تحت شعار حماية السيدة زينب، ويحاول احتلال اليمن تحت شعار لا يدار اليمن من فئة واحدة فقط، مع أن إيران تدار من قبل الأقلية الفارسية التي قمعت كل القوميات الأخرى من ضمنها عرب الأحواز المسبيون والمنسيون. إيران لا تتحدث عن السلام والتعايش والأخلاق والقانون الدولي وحقوق الإنسان حين تنتهك كل ذلك علنا في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وتشن حرب إبادة على السنة بحجة حكم الأغلبية الشيعية، مع أن شيعة العراق عرب أقحاح حاولت تلك الميليشيات الإرهابية تلويثهم بجرائمها وفسادها وطائفيتها العمياء. وختم داود الفرحان مقاله قائلا: اليوم وبعد أكثر من 30 عاما على توقف الحرب العراقية الإيرانية، ماذا نسمي التدخل الإيراني العلني في قمع المظاهرات العراقية؟ وماذا نسمي الإقامة شبه الدائمة لقائد فيلق القدس قاسم سليماني في المنطقة الخضراء في بغداد وغيرها من مدن العراق؟ وصلنا وإياكم أعزائنا المشاهدين إلى المقال الأخير، وهو منشور في صحيفة فاينانشال تايمز التي نشرت مقال رأي للكاتب غايدون ريتشمان عن نهاية العصر الأمريكي بالشرق الأوسط.
وقال فيه إن سحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا زاد من جرأة كل من روسيا وإيران. وأشار الكاتب إلى أن الشرق الأوسط ظل طوال قرون محلاً لسيادة القوى الخارجية. صحيح، لو تم تحدي أحد الأمريكيين بالمنطقة فسيردون بقوة، والغارة التي شنوها على الميليشيا الموالية لإيران على الحدود العراقية السورية نهاية الأسبوع دليل واضح، لكن الشهية للعب دور استراتيجي أكبر في الشرق الأوسط اختفت على ما يبدو من البيت الأبيض. فحتى عام 2011 قامت بريطانيا وفرنسا وأمريكا بعملية تغيير للنظام في ليبيا في وقت وقفت فيه روسيا تزبد وترغي على الجانب، إلا أن تردد الغرب في إدارة ليبيا بعد الحرب أو التدخل الجاد في سوريا ترك منفذا لموسكو، وتعامل مع التدخل العسكري غير المتوقع مع روسيا في سوريا عام 2015 بنوع من الشك. ولكن الروس شنوا حربا وحشية ساعدت نظام بشار الأسد على استعادة معظم البلاد من المعارضة في وقت يحضر فيه لهجوم على إدلب، مما يعني نصرا شاملا للنظام. وأشار الكاتب لحادثتين سرعتا من حالة التدهور الأمريكي في الشرق الأوسط، الأولى في أيلول سبتمبر حيث تعرضت المنشآت النفطية السعودية، وكان من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة برد انتقامي ضد الفاعل المفترض أنه إيران، ولم تفعل إدارة ترامب شيئا. وفي الشهر التالي على الحادث أعلن ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا. جاء في المقال ذاته أيضا: بعد المهزلة الأمريكية المكلفة في العراق وأفغانستان يخشى الأمريكيون من مغامرة جديدة في الشرق الأوسط، وفي النهاية قد تدفع أمريكا الثمن لتعاملها مع مسؤولياتها بالمنطقة بهذه الطريقة اللامبالية. وكما كشف القرن الماضي فالاضطرابات بالشرق الأوسط وأوروبا لديها طرق لكي تعبر المحيط الأطلنطي باتجاه أمريكا. وجدت دراسة حديثة نشرت على موقع ساينس دايلي في 18 من ديسمبر كانون الأول الحالي، وجدت أن الذاكرة تكون أسوأ في وقت الاستيقاظ مقارنة بوقت النوم. وجاء ذلك بعد أن حدد الباحثون في جامعة طوكيو جينا في الفئران يبدو أنه يؤثر على استدعاء الذاكرات في أوقات مختلفة من اليوم. يقول البروفيسور ساتوشي كيدا من قسم الكيمياء البيولوجية التطبيقية بجامعة طوكيو، يقول إنه ربما حددنا أول جين في الفئران خاص باسترجاع الذاكرة، ومع ذلك فإن الغرض من وجود قدرات التذكر والاستدعاء من الذاكرة التي تتقلب بشكل طبيعي اعتماداً على الوقت من اليوم لا يزال لغزاً قائماً. إلقاء نظرة على الكاريكاتير. ختام الصدى لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، طاب نهاركم وإلى اللقاء.